قوما فعلوا الفواحش وتمادوا فيها، بل وتفاخروا بها، ارتكبوا أفظع الأفعال وأنكرها. كانوا يقطعون الطريق ويخونون الرفيق، ولا يتناهون عن منكر فعلوه. لبئس ما كانوا يفعلون، يأتون الرجال شهوة من دون النساء. قصتنا اليوم عن قوم نبي الله لوط الذين أهلكهم الله. ما حكايتهم وما قصتهم؟ تابعونا. ولكن أولا، لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والإعجاب بالفيديو، والاشتراك بالقناة، حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله. ولا تنسوا أن تتكرموا علينا وتتركوا لنا تعليقا، فذلك يساعد القناة على الانتشار والتوسع. السلام عليكم. جاهد نبي الله لوط عليه السلام أهل قرية سادوم جهادا عظيم، وأقام عليهم حجته، ولكن لم يؤمن به أحد إلا القليل، واستمروا على عنادهم، بل وتمادوا في ذلك. أن ابنة نبي الله لوط عليه السلام كانت عند نهر تملأ وعاء، رفعت بصرها فرأت ثلاثة أشخاص لم ترى أجمل منهم قط، فقالوا: يا أمة الله، ألا يوجد في هذه القرية منزلا نبيت فيه ليلتنا؟ فقالت لهم: انتظروا هنا ولا تدخلوا حتى أعود إليكم. وذهبت إلى أبيها نبي الله لوط عليه السلام، فقالت: يا أبتاه، هناك ثلاثة رجال لم أرى في حسنهم وجمالهم من قبل. فقال نبي الله لوط: يا ويلتاه، هذا يوم عصيب. وذهب نبي الله لوط عليه السلام متجها إلى هؤلاء الرجال، فلما رآهم نبي الله لوط صيق بهم وضاق بهم زرعا، ثم قال لهم: من أين جئتم وإلى أين أنتم ذاهبون؟ فصمت الرجال، ثم قالوا: نريد أن ننزل عندك ضيوف. فقال نبي الله لوط: والله لا يوجد على الأرض أخبث من هذه القرية ولا من أهلها، لا تبيتوا في هذه القرية فهم خبثاء ويخونون الضيوف. وكان بداخل نبي الله لوط صراعا عظيم، خوفا على هؤلاء الرجال، لكنهم أصروا على ذلك، وأصروا أن يضايفهم لوط عليه السلام. ثم قال لهم: انتظروا حتى يأتي المساء وسأضيفكم في منزلي. فلما جاء المساء أخذهم نبي الله لوط دون أن يراهم أحد، ولكن امرأة لوط هرعت إلى قومها وقالت: يا قوم، نزل على لوط رجال لم نرى في حسنهم وجمالهم. فاستبشر قوم لوط بهذه الأخبار، وذهبوا مسرعين إلى نبي الله لوط، وتحققت نبوءة لوط التي توقعها من قومه، وبدأ اليوم العصيب، ووقفوا عند الباب، فخرج لهم نبي الله لوط وقال: يا قوم، هؤلاء بناتي، هن أطهر لكم، فاتقوا الله ولا تفضحوني في ضيفي، أليس منكم رجل رشيد؟ أي رجل عاقل. وكان نبي الله لوط يحاول أن يترجاهم ويتزوجوا بناته، فذلك خير لهم وأطهر، لكنهم تكبروا وبدأوا في العناد، واستمروا على ما هم عليه من العنت والطغيان، حتى إنهم أرادوا أن يمارسوا الرذيلة مع الضيوف، وأخذوا يسخرون من لوط عليه السلام وقالوا: لقد علمت ما لنا في بناتك من حق، وإنك لا تعلم ما نريد. فدخل نبي الله لوط إلى بيته وهو يسمع الضحكات والسخرية من قومه من هؤلاء الرجال، ولكن الرجال كانوا يجلسون في هدوء. وهنا بدأ أهل القرية المفسدين يضربون الباب بالحجارة، ف
فاتجه نبي الله لوط إلى ربه أن ينجيه وينجي الذين معه، وقال ربي نجني وأهلي مما يعملون. ثم اتجه إلى قومه وقال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، بمعنى أن لو كان له قوة أو لديه عشيرة وأهل يحمونه. هنا قامت الملائكة وأفهم لوط أنه يأوي إلى ركن شديد وهو الله عز وجل، وقالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك، ولا تخف يا لوط نحن ميكائيل وجبريل وإسرافيل. وقام الأمين جبريل عليه السلام فاستأذن ربه أن يتكفل هو بهؤلاء المجرمين، فأذن له فطمست أعينهم وذهبت أبصارهم وأخذوا يتحسسون ويقولون إن لوطا سحرنا. وقالت الملائكة لنبي الله لوط أن يخرج من هذه القرية هو وبناته ومن آمن معه، وأن يترك زوجته فإنها ملاقية العذاب. وقالوا لهم أنهم سيسمعون أصواتا تزلزل الجبال فلا يلتفت أحد من أهله. وقالوا للوط إن موعدهم الصبح، أليس الصبح بقريب؟ وبدأ العذاب. فقيل أن جبريل عليه السلام اقتلع هذه القرية ورفعها إلى السماء وقلبها على رأسها، ويقال أن ملائكة السماء سمعت نباح كلاب أهل لوط وصياح الديوك، وأرسل الله تعالى عليهم مطرا من حجارة. يقول الله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وهكذا انتهى قوم لوط، ولا يزال إلى يومنا هذا مما يراودون إلى هذه الأفكار التي تخالف الفطرة البشرية وفطرة الله التي فطر الناس عليها. اللهم احفظنا عن أيماننا وشمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن يختال من تحتنا. هذا والله أعلى وأعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا الرسول الأكرم. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله، ولا تنسوا أن تتكرموا علينا وتتركوا لنا تعليقا في خانة التعليقات، فذلك يساعد القناة على الانتشار والتوسع. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، في أمان الله ورعايته.